النادي السينمائي في جامعة تشرين في اللاذقية يحتضن فعالية الاحتفال بيوم العربي للغة العربية عبر فقرات متنوعة تعبر عن أصالة اللغة العربية ودورها الحضاري. يوم عزيز علينا، لغتنا الأصيلة التي هي لغة عالمية وهي لغة الآباء والأجداد وأيضا لغة العلم والعلماء ولغة الفن. كما نعلم أن الظروف التي نمر بها الآن من محاولات حثيثة طبعا كانت وما زالت موجودة حتى الآن من محاولات تنميط أو تهميش أو حتى طمس الهويات، فيجب لذلك أن نحافظ على لغتنا العربية ونهتم بها لأنها ركن أساسي من أركان الحفاظ على الهوية. الاهتمام باللغة العربية، التنبيه على أهميتها، هذا يشكل دعوة للبر بالعربية. طبعا لا يكفي أن يكون هناك يوم واحد، وليست الغاية أن نبر العربية هذا اليوم. طبعا الشعر له موسيقى، فماذا إذا أضافت إليه الموسيقى لغة العالم ألحانها، وماذا أضافت اللغة العربية إلى الموسيقى من جمال ورقة ألفاظها وأبعادها ومعانيها. التكريم الحقيقة يعيد إلى دائما الـ 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 الواقع إلى الحاضر، صورة هذه اللغة التي يجب أن نعنى بها ويجب أن نحافظ عليها بكل الوسائل وبكل السبل. كيف تغنت الموسيقى بالشعر؟ كان اختيار حسب تطور المراحل الشعر من حيث التفعيلي، واخترنا الأغاني المعروفة. قدمت مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة على يعني كل أغنية على مثلا بحر معين لنوضح للناس أهمية وجمال اللغة العربية. قدمنا كتير شغلات حلوة وانبسطنا كتير بهالأجواء الحلوة، بما أنه أعطينا شيء هيك ثقافي وزريف وخفيف نظيف. الاحتفاء باللغة العربية تأكيد على أهمية الحفاظ على الإرث الحضاري ورسالة لتشجيع منهج البحث العلمي لتبقى هذه اللغة مواكبة لأنواع التطور العلمي والتقني المتسارعان.